احنا في تونس اليوم فما رتار من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في ما يخص استعجال النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى. معناها كان جاء المشروع القانون المسؤولية الطبية موجود ممكن كنا ما نعملوش المشروع القانون هذايا، لكن في أي بلاد في العالم اليوم يلزم حماية، أنا ما نقولش حماية المواطن برك، لكن حماية أيضا مهني الصحة اللي هما ينجموا في وقت التلقيح أو من جراء مشكل في تخزين التلقيح نجم يقع فيها ديزيراب، يقع ضرر ينجم يكون ضرر 15-30 دقيقة بعد التلقيح أو حتى سنوات من بعد. طيب اليوم شنو الأمور؟ وين النقاش وصل؟ وقتاش يبدأ القانون جاهز لعرضه على المصادقة؟ شوف، احنا المشروع القانون كيف جانا في استعجال نظر. القانون جانا ولت البارح. دكار. البارح عملنا اجتماع لجنة. التقرير موجود. القانون جاكم من وزارة الصحة، من رئاسة الحكومة؟ من رئاسة الحكومة. دكار. نظر من رئاسة الحكومة. بيه؟ يقولي ما نجموش نعملوا أكثر من هكا. معناها جانا اليوم شوفناها من غدوة والتقرير حاضر، وفما إمكانية كبيرة يتعدى غدوة على جلسة العامة. غدوة فما إمكانية كبيرة أنه معناتها ما فماش تعقيدات كبيرة في القانون على ما يبدو، وأنه فما توافق كبير حول ما وصلت ليه الحكومة، ولا فما تعديلات؟ تعديلات خفيفة برشا. معناها مثلا تعديلات اللي عملناها فيما يخص تركيبة اللجنة العلمية مثلا، حتى ما تعرف كان يقع أضرار يقدر يلزم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة، ولهذا احنا بدلنا شوية في التركيبة اللجنة، لكن كله معناها تقريبا ما وقعش فيه نقاش هكا حاد ولا نقاش كبير، اللي ما جهة المبادرة قبلت الاقتراح نتاع اعضاء اللجنه ما وقع شيء. معناها كيما شنو هي الموديفيكاسيون اللي صارت معناتها اكثر طب شنو شكون الناس اللي معناتها عملتوا عليهم دي موديفيكاسيون، ولا اصريتوا انهم يكونوا موجودين وكانوا مش موجودين في الـ في الـ في الـ في المقترح؟ مثلا احنا طلبنا باش يكون موجود طبيب شرعي اللي ما كانش موجود. طيب ايه اللي ما كانش موجود؟ طلبنا ايضا باش الرئاسة تكون من قبل طبيب محايد وهو ينجم يكون رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية. حبينا يكون موجود فيها زادة قاضي، يكون فيها ممثل المتضرر. ولهذا هذه الحاجات اللي احنا اكدنا عليها وحبيناها تكون. هم من الاول قالوا لنا لجنه علميه، احنا بدلنا الكلمه حبيناها لجنه قانونيه خبراء متعدده الاختصاصات. دكتور مراد الحمزاوي، معك فاطمه كراي، حبيت نسالك انا. اهلا وسهلا بك اولا. اهلا مدام. اهلا وسهلا. حبيت نسالك سؤالين الحقيقه. السؤال الاول، يا هل ترى هذا معمول به مع كل المزودين؟ معناها مثلا احنا توا عندنا اثنين اللي باش يجيونا عن طريق كوفاكس، اللي هما الامريكاني والانجليزي. يا هل ترى كلهم يشترطوا هذا على الدول التي تقتني هذه اللقاحات؟ ثاني شيء، الدولة التونسية حدود، انتم كي باش تقولوا حدود معناها مسؤوليتها يا ترى مسؤولية مادية فقط وإلا مادية وأخلاقية؟ وهنا أخلاقية معناها عادة للابوراتوار هما اللي مسؤولين عليه. يا ترى كان شرينا بفلوسنا دكتور، أوضح، كان شرينا بفلوسنا وفاوضنا، مش معناتها المزودين هما اللي يكونوا يتحملوا مسؤولية في العقود مثل هذه؟ أي لا، سؤالك واضح صحيح. هو توا أول حاجة احنا في تونس كيفاش تصرفنا؟ فما ديزاشا ديريكت، معناها نشريه مباشرة من عند المزود وما هوش حاجة كبيرة ياسر. وعندنا ديزاشا باش يجيونا عن طريق المبادرة كوفاكس، وعندنا فما هبات
دي دون. وعنا ايضا باش يجيونا من الاتحاد الافريقي اللي باش يجيونا من مبادره كوفاكس. هذا يتعدى الجمعه اللي تعدات اتفاقيه في المجلس وصدقنا عليها الاتفاقيه. الاتفاقيه هذه راهو ما نجمو نبدلو فيها وما نجمنا نغيروا فيها حتى شيء. معناها الاتفاقيه جي اما نقبلوها وليسي اما نقبلوها كما هي ولا ما فماش قبول. اي واضح. شنو اللي فيها هذه؟ فيها التزام الدوله التونسيه يعني هي تتكفل ب يعني بالضبط التزام الدوله اللي هي باش تاخذ مكان المبادره الكوفاكس معناها اللي هي عامله الاتفاقيه وناخذ احنا زادة ايضا مكان للابوراتوار اللي باش تجيب عن طريق كوفاكس. معناها تكون انا كما قلت لهم معناها الدوله باش تكون معناها انا الله لا يقدر فما ضرر الدوله هي المسؤوله وانا باش نشكي بالدوله. وهذا باش يكون عن طريق معناها عبر صندوق معناها اذا كان فما ضرر هو ضرر باش يتعوض عن طريق صندوق الدوله. واضح. وهذا يا الحقيقه فيه حسب رايي عده اشكاليات. بالضبط. الاتفاقية كما قلت لكم معناها سي ابخوند و اديسي معناها اما تاخذها كما هي والا ما تقبلها الجملة وانت تحمل مسؤولية ولا ما تقعش حتى ليبريزون. واضح. اون ساشون كو احنا اليوم انا اعتقادي اللي احنا قالوا لنا وزارة الصحة اللي نص شهر فيفري باش تقع ليبريزون احنا انا اليوم 18 اي فما حتى فاكسان اي واليوم حديث على اول مارس بداية مارس كون انا والله نقول البلدان كما المغرب مثلا اللي اليوم وصلوا لقحوا تقريبا زوز مبين ونص من مواطنيهم وكيف سالت زملاء في المغرب قلت لهم علاش الاجابه واضحه ما دخلوش في المبادره نتاع كوفاكس ما دخلوش في مبادره كوفاكس شروط مجحفه لان عملوا ديزاشا ديريكت مع التلقيح البريطاني وديزاشا ديريكت من عند التلقيح الروسي والصيني ولهذا اللي نشوف فيه شخصيا هذا يرجع زاد شويه للوضع المادي والميزانيه وقرينا حسابنا ما قريناش احنا شنية المخاوف دكتور ان احنا مدينا رقابينا الى كوفاكس معناها شنو الريسك معناها حقيقه انا نعرفك حقاني أنا بكل صراحة أعتقد اللي إحنا اليوم الاستراتيجية اللي عملناها كلها فاشلة غلطة فاشلة لأنه إحنا توا اليوم سي إن كورس كونتخ لا مونتخ معناها سباق مع الزمن وكان ما نوصلوش نلقحوا 50% معناها متوانسة قبل شهر رمضان أنا أعتبر أنه وزارة الصحة فشلت في المهمة نتاعها. واضح. لأنه التوانسة ما همش باش يقبلوا يلقحوا في شهر رمضان معناها صعيب ياسر. ولهذا الحملة نتاع التلقيح باش تولي تبدا في أواخر ماي ولا أول جوان يا خيبة المسعى معناها في ظل الصعوبات. وقتها كل يد شدت أختها. باش نتعرضوا لها في الصيف باش نحافظوا على لاشين دو فروا فهمت واضح لهذا انا نرى فما الحقيقه نشك في الاستراتيجيه كلها واضح شكرا لك دكتور مراد حمزاوي سيد نائب بلجنه الصحه بالبرلمان على التوضيحات هذه الكل